هل ستؤثر الاحتجاجات وما يعيشه التونسيون اليوم على الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل؟ بطبيعة الحال أعتقد بأن الانتخابات التي لا تتم في حالة من الاستقرار وحالة من التكاتف والتكافل الاجتماعي وكلها بطبيعة الحال لن تؤتي أكلها ولن تحقق ثمارها، ولذلك فهناك في تونس من يريد أن يعني يؤدي إلى تحقيق أزمات وتعقيد الأوضاع في تونس من أجل إفشال أي استحقاق مستقبلي. وكما أشار المتدخلون قبلي، الآن أصبحت الأحزاب هي المتهمة وهي التي تحدث هذه البلبلة والفوضى وترفع شعار حماية الديمقراطية في الوقت الذي تونس تحتاج إلى استقرار، تحتاج إلى الخبز، تحتاج إلى البنزين، تحتاج إلى تلبية حاجيات المواطن البسيطة. ولذلك فأعتقد بأن الأحزاب التونسية لم تقم بدورها، بالعكس هي أصبحت مصدر للفوضى، مصدر للبلبلة. ولهذا لابد على الشعب التونسي أن ينتبه إلى أولويات، الأولوية الاقتصادية والأولوية الأمنية والاستقرار وحماية تونس من أي اختراقات، خاصة بعد مواقفها الصلبة في قضية التطبيع وفي قضية موقفها من الصحراء الغربية والانسجام الموجود بينها وبين الجزائر. كل هذا بطبيعة الحال لا يعجب بعض القوى التي تريد لتونس أن تبقى دائما في أزمة وفي حالة من التخبط. ولذلك فأعتقد بأن الإسراع بانتخابات والإسراع بإيجاد حلول يؤدي إلى تراجع بطبيعة الحال كل هذه الأجندات التي تعمل في الظل داخل تونس وتريد أن تبعد تونس عن أهدافها الفعلية وتدفعها إلى أهداف وهمية وترفع شعارات الديمقراطية، في حين أن تونس في حاجة إلى استقرار، في حاجة إلى استقرار اقتصادي، وكل هذا بطبيعة الحال لن يتحقق إلا إذا تم القفز على هذه الكمائن إن صح التعبير التي تريد الرئيس التونسي وتعيق عمله وتعيق بطبيعة الحال مجهوداته التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتحقيق ما يترتب عنه من يعني فوائد مرتبطة بالجانب الاقتصادي والجانب الاستقرار والأمن الاجتماعي.